مرحبا بكم في قناة تي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تي دو سامودي. هنا ان شاء الله نقدم واحد الحلقة خاصة بالفرق ما بين تربية الأرانب في المغرب وتربية الأرانب في مصر. علاش اختاريت بالذات هذا البلد هذا مصر؟ كاينين الجزائر هما كيديروا بزاف التربية ديال الأرانب، وكاين بلدان اخرى، كاين دول اخرى، ولكن مصر بالذات غادي نتكلم عليها، لان يعني في الحقيقه كنكنوا لهم بالاحترام. يعني شعب يعني مزيان، ويعني يعني الشعب المغربي مع الشعب المصري يعني كي يتعاملوا. وكنلاحظ ان في القنوات ولات واحد التعاون، يعني القنوات الخاصه بالارانب كاين واحد التعاون يعني ما بين الناس ديال المغرب والناس ديال مصر. اذا سمو هي الفرق ما بين هاد الحلقه سمو الفرق ما بين التربيه ديال الارانب في مصر والمغرب. حنا ماشي نهضروا على المناخ ولا نهضروا على يعني الطريقه ديال التربيه. الطريقه ديال التربيه هي عاديه، اي واحد ممكن انه يدير الارانب، غير كتبقى في قضيه واحده وهي ديال الادويه. يعني هاد الشركات ديال الادويه علاش كيمشيو وكيجيبوا ادويه خاصه بالارانب؟ علاش؟ لان هناك طلب، يعني كيولي الطلب اكثر من العرض. يعني الناس كيستهلكوا يعني اللحوم ديال الارانب. مصر عندهم يعني ممكن انك تمشي عند واحد الجزار وتلقى لحم الارانب، كانك كتبيع اللحم ديال الغنم. يعني الناس كيستهلكوا اللحم ديال الارانب، واللحم ديال الارانب الا مشيتو تا يعني تعمقتوا شنو هو اللحم ديال الارانب، راه احسن اللحوم هي لحم الارانب، لانها غنيه بالاوميغا 3. الاوميغا 3 خاصه يعني بالناس اللي عندهم الزهايمر، يعني الناس اللي كبروا في السن وبداو ينساو، ممكن ان الطبيب ينصحهم باكل لحم الارانب. وهاد الاوميغا 3 كاينه في لحوم اخرى، غير هي كاينه في يعني في لحم الارانب بغزاره. ممكن انكم تسولوا وتلقاو يعني تبحثوا في الانترنت غادي تلقاو هاد المعلومه هذه. اضافه الى الطريقه ديال التربيه وهي الادويه، ماشي غير الادويه حتى يمرض الارنب عاد باش نديروا له الدواء، وانما كاين هناك ادويه خاصه بالخصوبه. راه سبقت هضرت في واحد الفيديوهات قدام على هذه القضيه ديال الخصوبه عند الارانب. ماشي الخصوبه هي انهم نتسناهم حنايا يعني الذكر يكون فحل والانثى تكون قابله للتلقيح. اييه ممكن ان في واحد الفتره، يعني في الفتره البارده ممكن ان يكون عندك واحد خصوبه عاليه، يعني في الجو الربيع ولا يعني الخريف، يعني الجو البارد. انما فصل الصيف هو اللي الناس كيحتاروا فيه، ان الخصوبه ما كتبقاش لا عند الانثى لا عند الذكر. وحتى الا بغيتي تزوجهم ويولدوا، يعني كيكون واحد احنا نقولوا ممكن ان اما الانثى تموت، يا اما هذوك الصغار تسمح فيهم وما تردعهمش. ان الصيف كيكون خطر على التربيه ديال الارانب. انما هاد الموضوع ديال هذا النهار، وهو الناس ديال مصر عندهم واحد يعني هي ماشي ادويه وانما عباره عن معادن، بحال الصوديوم. عندهم يعني كتلقى ادويه خاصه بالخصوبه، مثلا ثنائي اكسيد الصوديوم. هذا يعني ممكن انه يعني كدير غير غرامات قليله، كديرها مع الماء وكتعطيهم يشربوا. هي ماشي عباره عن ابره، وانما هي عباره عن واحد الغبره بودره كتكون عندهم هما، حيت الناس كيديروا بزاف التربيه ديال الارانب. لذا الشركات داروا لهم هذا النوع من الادويه. وفي حقيقه الادويه عندهم يعني
احنا نقولوا دوريجين، يعني ماشي بحالنا حنايا. احنا كاين الادويه اللي مزيانه بصح، وكاين الادويه اللي غير كيكذبوا فيها، يعني الله يسمح لهم شي شركات يقول لك الادويه راه هذا فيتامين هذا كذا، ومني كتجرب هذاك الشيء كتلقاه يعني ما نافعش، الا الا يعني جيتي يعني جبتي الادويه من بلدان اخرى، يعني من دول اخرى، كتلاحظ ان الفرق. انا جربت هذه القضيه هذه، لقيت ان الدواء جابوا لي شي ناس من اسبانيا، يعني اسبانيا، وجربته على الارانب، يعني عطى واحد المفعول يعني جد جد رائع. اما بالنسبه للادويه اللي كتكون عندنا حنايا هنايا، يعني انا لاحظت في يعني في الفيديوهات ديال المصريين، كاين بزاف القنوات، عندي اصدقاء مع مصريين، يعني كيجيبوا شي ادويه اللي فعلا جد جد فعاله، وشي ادويه اللي ما عندناش حنا كاع، ما كايناش في المغرب كاع. مثلا الدواء ديال الخصوبه ما كاينش عندنا حنايا بحرا، يلا تسمم دموي، تسمم المعوي، شي حوايج عاديين كينفعوا حتى هما، ماشي مزيانين حتى هما، انما الاشياء ديال الخصوبه ما عندناش حنا في الحقيقه. لان هذا هو الفرق ما بين يعني التربيه ديال في مصر والتربيه في المغرب، هو اننا ما عندناش الناس كيستهلكوا اللحوم، ما عارفينش القيمه ديالها، لذا ان غادي يولي الطلب اقل من العرض، غادي يوليو الشركات ما غاديش يقدروا يجيبوا الادويه المناسبه والفعاله، واخا تكون غاليه المهم ما كايناش في المغرب. اذا الناس اللي بغاو يديروا مشاريع كبيره كننصحهم انهم يجيبوا ادويه من بلدان اخرى، من دول اخرى، وغادي يحسوا بالفرق ديال هذوك الادويه اللي كتجي من برا. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، قناة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف، مبروك عيدكم، هذا ثاني أيام العيد، أنا درت لكم الفيديو هذا، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، الناس مازال ما شاركوش معنا، تكيو على زر الجرس، وتكيو على زر الجام، ما تنسوا الناس بزر الجام، باش يصلكم جديد إن شاء الله، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.